ما حكم من يقول بأن الله فتح عليه وتعرف على جني مسلم وهو يتعاون مع هذا الجني المسلم لعلاج المسحورين؟ هذا كذب وتدجيل، هذا كذب وتدجيل، ولا يجوز التعامل مع الجن والشياطين والغائبين. وقوله إن الله فتح عليه هذا كذب، هذا من الشيطان، الشيطان هو الذي سول له هذا الشيء. نعم.